130 مليون مكافأة توقيع و25 مليون يورو في الموسم لم تكن كافية لإقناع كيليان امبابي بالانضمام إلى ريال مدريد، حلم طفولته. في المقابل استقر النجم الشاب على تمديد مغامرته مع النادي الفرنسي، ويرى البعض أن الإغراءات الخيالية كان لها دورا كبيرا وراء هذا القرار. لكن قبل أي حديث عن العقد التاريخي، سيحصل امبابي على 100 مليون يورو مكافأة لتمديد عقده مع النادي الفرنسي، وترجح مصادر أخرى أن المكافأة قد تصل إلى 300 مليون يورو. وبموجب العقد الجديد سيتقاضى امبابي 150 مليون يورو إجمالي راتب بدون ضرائب، بواقع 50 مليون يورو في الموسم ومليون يورو أسبوعياً. قدم النادي الباريسي تنازلات أيضا على حقوق الصورة، حيث يحصل اللاعب على 100% منها، وكذلك سيحصل على مكافآت إضافية مقابل أهدافه والتفوق في دوري الأبطال. وحسب موقع جول، فإمبابي سيكون له الحق في التصويت أيضا على المدير الفني للفريق والتصويت على هوية المدير الرياضي، وكذلك الموافقة على الصفقات الجديدة وبيع اللاعبين.